السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الأمسية اللي نستضاف لكم الوالدة في موضوع هذا البطل الجزائري وانطباعها عن ما فعله هذا البطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البطل الجزائري نتضامن معاه احنا كشعب وكأفراد وكهولة وشباب، ونطلب لهم عند مولانا النجاح وغفران الذنوب والتضامن بين الشعبين الجزائري والصحراوي. وهذا التضامن ما هو جديد، وارثه من أب الجد الصحراويين والجزائريين أظن بلا مفصل. أصلا ما هو شيء مثلا عن جديد، شيء مخليه التاريخ حاق بعد ونحيوه. وقال فينا ذاك العدل جزاه الله خير عنا، ونطلب له النجاح ونطلب له التقدم في كل أمور، وللجزائر وللصحراويين. وعاش التضامن بين الشعبين الجزائري والصحراوي، ونعيش موحدين ولا نعيش مقسمين، وكل الوطن والشهادة. وشنو شعورك من شفتي هذاك الشليح رويص ومكرم على الأرض؟ الله اللي زين عندي، الله اللي زين عندي، بطل طري الصيف جاي يزحك السيري، وعاقب ذاك بتقطم على ارض واقر عليه يلعبوا. وصل يوم ولا نزيدوا، الله يزيدوا فيها حاله. هذا من الظلم، هذا من الظلم، ما طرينا هي اعوذ بالله. الا جاي راي الصف الخير، الدنيا مجمعه، وانت لا تري الصف شو بعد اللي لا يردك. قبضوا هذا بطل، هذا الليث، هذا الرجل اللي بعد الله لا عقب له ما هو الخير. امين. صوت الجزائر كامل. وبطلهم على الارض اللي يعطيه جزاه عند ربه، ومشي مغموس على نوع عدل ذاك، يا غير كان حمد عليه في الشيل وما دمه الهزيمه والفضاحه والتوف. وتحيا الجزائر. وتحيا الجزائر والصحراء الغربيه، تحيا الجزائر والصحراء الغربيه، وعاش التضامن بين الشعبين الجزائري والصحراوي.